وتعد القمة العالمية للحكومات بدبي أكبر تجمع حكومي من نوعه عالميا بمشاركة 150 دولة، كما تجتمع القمة العالمية للحكومات ما بين 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا وعشرة آلاف من المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى قادة الفكر والخبراء العالميين. المزيد في هذا العرض مع فاطمة خليل. أهلا بكم. القمة العالمية للحكومات هي منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، حيث تحدد لدى انعقادها سنويا برنامج عمل الحكومات في المستقبل، مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية. تعقد القمة العالمية للحكومات هذا العام تحت شعار تشكيل حكومات المستقبل، وستجمع القمة التي ستعقد في دبي تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم. تعد القمة العالمية للحكومات برنامجا عالميا لنقل البشرية نحو عصر جديد من المسؤولية والمساءلة، حيث تتخذ الحكومات خطوات إضافية لخدمة المواطنين بشكل أفضل. ستسلط الأجندة هذا العام الضوء على 6 محاور أساسية، هي تسريع التنمية والحوكمة ومستقبل المجتمعات والرعاية الصحية والتعليم والوظائف كأولويات للحكومة، وتصميم واستدامة المدن العالمية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة للعلم من خلال العلوم والتكنولوجيا لحل أبرز التحديات واغتنام فرص العقد المقبل. عقدت القمة العالمية للحكومات للمرة الأولى في دبي عام 2013، ولكن بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد المكتوم تم نقل القمة إلى مستوى عالمي جديد، وشملت التغييرات تغيير اسم القمة من القمة الحكومية إلى القمة العالمية للحكومات، وتغيير هيكل المنظمة واعتماد هدف تقديم خدمات معرفية متكاملة لأكثر من 150 حكومة ومنظمة عالمية. تكمن أهمية القمة العالمية للحكومات في دورها الفعال في استشراف آفاق المستقبل بشكل عام، حيث إن هذه القمة على مدار الأعوام الماضية كانت محل اهتمام ومتابعة الحكومات وصناع القرار حول العالم، لما لها من مدخلات وابتكارات تساعد في صياغة وتعديل الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لتلك الدول التي تضع جميع إمكاناتها للاستعداد لذلك المستقبل المنشود.